بعد دوام المدرسة نرجع، وكنا نشارك مع الأسرة إما في سقي النخل والزرع أو في التلقيح أو في تبريش النخل أو في رعي الغنم في الجبال والأحراش المجاورة. ورعي الغنم كان هذا عمل في نهاية الأسبوع أساسي، يعني في الإجازة الأسبوعية كنا نرعى الغنم في الجبال والأحراش المجاورة. الثانوية العامة الابتدائية أذكر أن اختبرناها اختبار عام على مستوى محافظة بيشة في مدينة بيشة، ما كانت الاختبارات تؤدى في المدرسة نفسها. وأذكر أن كنا في سادسة ابتدائي، كنا أربعة زملاء أخذونا في نهاية العام الدراسي إلى ابتدائية نمران في محافظة بيشة، واختبرنا هناك الاختبارات النهائية. ثم بعد شهر تقريبا طلعت النتائج في الراديو، وكان سماعي لاسمي لما أعلن في ضمن الناجحين من الابتدائية الثانية، كان بالنسبة لي نصر عظيم وإنجاز ونجاح كبير، رأيت من خلاله المستقبل الباهر في حياتي. كان شيء جميل جدا، ولا أنسى تلك اللحظة وجمالها اللي سمعت اسمي فيها.